برحب بحضراتكم مره تانية. خلاص ساعه وربع بتفصلنا عن مباراه الاهلي وطلائع الجيش وختام طبعا الدوري، الجوله الاخيره في الدوري، ودوري زي ما قلنا موسم استثنائي، ولكن النادي الاهلي اثبت ان هو الاحق باللقب طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه النهارده، عشان احتفاليه طبعا النادي الاهلي كل اللعيبه هتكون موجوده، سعد سمير، محمد محمود، ندفد، وكمان طبعا الشناوي لانه مش هيلعب النهارده في المباراه، مش في التشكيله طبعا، موسيماني مريح، ولكن كل شخص او كل لاعب ساهم ولو حتى بدقائق بس في الدوري ليه حق طبعا، ولازم يكون موجود ويحتفل بالموسم الاستثنائي ده. وطبعا بنتمنى لهم الف سلامه، وطبعا يعني لفته جميله ان كله يكون موجود، وفكره انه الدوري ده دايما باكد ان هو اهداء لمؤمن زكريا، دي الحاجه الاحلى واللي بتحليه واللي بتخلي له قيمة وفرحة غير أي دوري تاني النادي الأهلي توج بيه. الحقيقة إحنا سعداء جدا أنه يكون في لفتة زي دي من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن اللعيبة لمؤمن زكريا، اللي طبعا بنتمنى له ألف سلامة، بنتمنى له أنه هو يرجع الملاعب وربنا يشفيه يا رب، ونشوفه على ألف خير تاني من الملاعب من أول وجديد، لأنه الحقيقة فكرة الدعم المعنوي في الفترة دي هي أهم حاجة بيتمناها مؤمن زكريا، وأهم حاجة نقدر نساعده بيها ولو حتى حاجة بسيطة جدا. النهاردة المباراة زي ما قلت لحضراتكم يهمنا أن احنا نطلع بكورة ممتعة، يهمنا أن احنا برضو نطمن أكتر قبل مباراة النهائي في دوري أبطال أفريقيا على فريقنا، على فريق النادي الأهلي، حتى ولو احنا مش محتاجين 3 نقط، ولكن ما فيش اهلاوي ما بيحبش يشوف النادي الاهلي هو بيكسب، حتى لو مباراه مش مستنيين منها ان احنا نحسم الدوري او حاجه، احنا حاسمينه من بدري، ولكن بنتمنى ان احنا نشوف كوره ممتعه، وبنتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا النادي الاهلي، وان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على الف خير. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، حبنا للأهلي إنه في نفسنا لو تلأهلي.